والله الاسعار شويه بيها ارتفاع بسيط من ناحيه الزيت والدهن. الزيت والدهن؟ الزيت والدهن. ايش قد ارتفع تقريبا؟ يعني ما يقارب ال 1000 1000 ونص 2000. سبب الارتفاع؟ يعني سبب الارتفاع هي البضاعه التركيه اللي ما عاد تفوت، والمنتوج المحلي اللي هنا اللي يصير معي يكفي ما يسد الحاجه. ما يسد الحاجه ابد. يعني عندك مثل الدهن هسه صعد، وعندك الزيت هم صاعد، وعندك الشكر صاعد. الصاعد هو يعني تقريبا ايش اقول لك، هو صاعد يعني من يعني يقولون عالميا صاعد. عالميا صاعد الدهن والهاي الزيت والشكر، لان عليه اقبال. شلون نقول اقبال عليه؟ يعني عندك عندنا هنا يعني عندنا معامل، عندنا مثل نقول يعني هاي مطاعم. المنتوج الوطني ما يسد الحاجه؟ والله المنتوج لا والله ما يسد الحاجه. عندنا عراقي؟ عندنا عراقي، نعم عندنا عراقي. عندك الزيت هسه هذا عراقي، هذا الدار عندك دار عراقي. دار عراقي الزيت والدهن، الدار هم عراقي، والشكر هم عراقي، بس ما يسد حاجه. يعني ايش اقول لك، بدي يعني صاعد. يعني الشكر اليوم تقريبا 45000 بالكيلو. بشكر حتى كيلو الكيلو بلف، كيلو بلف، الكيلو بلف بالكيس يطلع 900. اما الكيلو هسه حاليا الكيلو بألف دينار. الحركة التجارية وليش؟ والله الحركة التجارية ضعيفة. سبب ارتفاع قللوا الوجبة مع الشكر بالوجبة التموينية، وما عطوا دهن بالوجبة التموينية، بس زيت. صار طلب على الدهن. زين البقوليات تأثرت بالارتفاع؟ بس الحمص، لأن عطوا مكان حمص مجروش. صار إقبال على هذا الآخر. صار إقبال على الآخر، الفاصوليا عطوها كلش زينة. زين الباقلي الكذا هذه؟ بقوليات عادة بهذا الوقت من العام بالصيف ماكو إقبال عليها. لا إقبال، إقبال بالشتاء. والله جينا نشتري زيت. بيش الزيت عملت عليه اليوم؟ والله يقولون لنا التونس هذا التركي على 47، وبعد هسه بدايتنا يعني، بس غالي غالي. وأنا على صاحب مطعم يعني، فصعبة يعني. وين كان ب 21 22 هسه 47 44. يأثر عليه تأثير كبير واسع، لأن أنا مطعم مال قرية مال سمك، يعني بالأسبوع صندوق يعني أكثر من الصندوق من نوبات. فهذا مربحه كله الطايف شال من الدخل، المربح مالت اللي عايش بينه أنا.